في لقائها مع الإعلامية أسماء إبراهيم ببرنامجها حبر سري المذاعة على قناة القاهرة والناس، الفنانة درة كان ليها مجموعة من التصريحات اللي تناقلها جمهور السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان أهمها تصريحات عن قرار اعتزال التمثيل. درة كمان اتكلمت عن أول أجر حصلت عليه في مصر. يوم بحس إن أنا يعني ما بقتش سعيدة في شغلي، أو ما بقتش أحبه زي الأول، أو مش محققة فيه مش المكانة اللي أنا عايزة أكون فيها، أو مثلاً يكون في أسباب شخصية، يعني على حسب. يعني لو حاسة أن أنا مش قادرة تاني أقدم، أو مش عايزة، أو مش قادرة نفسياً، أو لأي سبب مش قادرة أقدم حاجة كويسة أحافظ بيها على اللي وصلت له، أو أتقدم كمان وأعمل حاجات أحسن، خلاص يبقى ساعتها أعتزل. بقبل النقد اللي فيه حب، فيه مثلا خوف عليا، او حد يقول لي من معجبيني او من الناس الجمهور انه احنا بنحبك مثلا بس حبيتك في الدور ده اكتر، الدور ده لا ما توفقتيش فيه، او احنا ما بنحبك في الادوار دي اكتر، في الادوار دي لا مش لايقه عليك، يعني حاجات بسيطه، نقد بسيط ممكن انا استفيد منه كمان بادب طبعا وباحترام، فده اتقبله جدا بحب. لكن النقد للنقد أو الحاجات اللي فيها تجريح، إنه في فرق بين النقد والتجريح، دي طبعاً ما قبلهاش يعني خالص. عند ناس كتير، مش كتير قوي يعني، في تقريباً 2-3 كده ليه عندهم فلوس، معظمهم منتجين طبعاً. كان أجر قليل، كان أجر قليل قوي. يعني أول أجر خدته في حياتي كممثلة كان في تونس، كنت بعمل مسرحية، فأصلا مش فاكرة بالظبط كان كام، بس تقريبا كان يمكن يعني مش عارف كان 50 دينار في العرض ولا حاجة، كنت لسه في الجامعة. بعد كده أول أجر خدته في مصر برضو كان أجر قليل، يعني حاجة كده مش عارفة، يعني يمكن بتهيألي كان يمكن 30,000 40,000 حاجة كده.